10 نباتات منزلية سهلة العناية للمبتدئين. والبداية بنبات، حتى وإن سافرت شهرا كاملا وتركته لوحده في البيت ستجده كما تركته، إنه الزامية. ثانيا الصباريات، كلها روعة جميلة مزهرة صبورة. النمر، ليس هذا النمر بل نبات جلد النمر. البوتوس، البوتوس ينسجم ويتأقلم مع الصالونات الضعيفة الإضاءة. البامبو، ينقي الهواء في البيت ويجلب الطاقة الإيجابية، يزرع في التربة وفي الماء. الكروتون، هذه الأوراق المزركشة لنبات الكروتون أو الكوديوم، الدراسينا بكل أصنافها. الشراع أو زنبقة السلام سباتافيليوم. العنكبوت، يزرع قائما ويا سلام لو كان متدليا. البوتوس، وأخيرا الأغلونيما، وهي نبتة استوائية. سبحان الله، بمجرد لمسها تنكمش أوراقها، فعلا نبتة عجيبة وغريبة، تسمى النبتة الخجولة أو لا تلمسني، اسمها العلمي ميموزا. الانكماش يحدث عند لمسها أو عند تعرضها للحرارة أو الاهتزاز. تصنف ضمن النباتات القادرة على القيام بحركات كما رأينا في نبات خماق الذباب الذي يلتهم فرائسه من الحشرات وغيرها. التفسير العلمي لهذه الظاهرة نلخصه في كلمة واحدة، عندما يحدث الضغط على جدار خلية النبات تطلق مادة كيميائية فتتسبب في انخفاض ضغط الخلية فتنهار، وهذا سبب انكماشها. نبتة موطنها أمريكا، انتشرت الآن في كل العالم وتزرع في الأسس والأحواض. هل رأيت من قبل هذه النبتة؟ أجب بنعم أو لا. النمل يسبب مشاكل كثيرة للنبات، فنبدأ في البحث عن حلول لإبعاده أو قتله. البعض يرى أن قتل النمل حرام، فيضطر للحلول الطبيعية التي تبعد النمل ولا تقتله، على رأسها القرفة أو الدارسين كما نرى على الشاشة، ننثرها فوق التربة وبهذا سيربك النمل ويبعده عن نبتتك. وهناك من يرى أن قتل النمل يصبح جائزا إذا تسبب في أضرار كبيرة، فيضطر لاستعمال مبيدات حشرية كالبيريمترين، وهو مبيد بمجرد أن يلمسه النمل يشل جهازه العصبي ويموت. إذن القرفة والطباشير والصابون والخل وإغراق الحوض بالماء كلها حلول تطرد النمل ولا تقتله. أما البيريمترين وحمض البوريك والسايبرمترين فهي حلول كيميائية تقتل النمل. السؤال، هل أنت مع قتل النمل أم لا إذا هاجم نباتاتك؟ تريد معرفة طريقة زراعة الجوز أو عين الجمل في حديقتك؟ الأمر جد سهل. قناة بزرة ترحب بكم. احصل على حبات اللوز من مصدر موثوق أو افعل مثلي. اذهب في بلدك لأي منطقة معروفة بإنتاج الجوز وأحضر من هناك حبات جوز. اختر الحبات الطازجة الكبيرة الحجم، انقعها في الماء لمدة 24 ساعة. بعد مرور 24 ساعة نلف الجوز في مناديل ورقية مبللة ونضعها في الثلاجة حتى يبدأ الإنبات. كما تشاهدون أنبتت الآن. سنجهز تربة خفيفة غنية بالمادة العضوية لزراعة حبات الجوز، وسيبدأ مشوار هذه النبتة حتى تصبح شجرة جوز مثمرة بحول الله. هذه بذور الميرامية أو السالمية، نبات عطري معروف بفوائده. جاءنا سؤال من أحد متابعي بذرة ربما لم يسبع به من قبل وسأل عن اسم النبات ومنافعه. اسم النبات الميرامية أو السالمية أو القصعين، نبات طبي وعطري. أوراقه تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، تعالج آلام الجهاز الهضمي، مشاكل العظام والروماتيزم، وتحسن المزاج. تعالج أيضا أمراض الذاكرة والزهايمر، وتقي من الأمراض، وتنشط الصحة العامة. يحتوي على زيوت طيارة ذات رائحة كافورية، شتلاتها موجودة في المشاتل، بذورها متوفرة وبأثمنة مناسبة. فماذا تنتظر؟ ازرع الآن الميرامية واشترك في بذرة لمعرفة طرق زراعتها وأيضا زراعة كل النباتات الطبية والعطرية. هذه الصباريات الصغيرة والجميلة والمزهرة من أجمل نباتات الزينة التي يمكننا تربيتها وتزيين بيوتنا بها. لن تموت أو تذبل إذا رويتها فقط مرتين في الشهر. إذا وضعت أو أضفت لها سماد مرة كل شهر باستثناء فصل الشتاء ووضعتها في مكان نصف ظل،
سبحان الله، نباتات جميلة وصبورة تعلمنا منها الصبر والأمل. تأمل في خلق الله وقل سبحان الله، إذ كيف تخرج زهرة رقيقة من بين مخالب الأشواك وتتفتح بشكل بديع يفوق التصورات. فكما تخرج الأشواك من هذه الأزهار، فأكيد سيأتي يوم وستتحقق كل أحلامك وأمانيك. فقط دير نية وسير. ما سبب إصفرار قمة ساق النبات؟ علما أنها جديدة عندي في المنزل منذ 10 أيام فقط، وما طرق العناية بها؟ هذه نبتة الحظ أو البامبو. سألخص لكم السبب في 3 نقاط مهمة. لا تستعمل أبدا ماء الحنفية، بل استعمل ماء مفلتر أو معدني أو ماء حوض السمك، مع تنظيف الآنية الزجاجية مرة كل شهر وتغيير الماء مرة كل 20 يوما. لابد من وضع 3 قطرات من سماد متوازن MPK 20-20-20 مرة كل 15 يوما. الحل الآن يعني في هذه الحالة هو قص الجزء الأصفر كله وتشميع الجزء العلوي حتى لا تجف النبتة وتموت، وبحول الله ستستعيد عافيتها. مرحبا بأسئلتكم. 2.5 مليون دولار هو ثمن هذه الشجرة التي تم بيعها سنة 1981. ليست شجرة عادية، بل هي من صنف البونساي، أي الأشجار المقزمة، وهو اسم الفن والطريقة وليس اسم النبتة. البونساي قديم جدا، بدأ في الصين وانتقل لليابان، وهو مرتبط بالديانة البوذية. تتذكرون قنبلة هيروشيما؟ هذه الشجرة نجت منها وما زالت حية ليومنا هذا، عمرها 391 سنة. طريقة عملها صعبة وتحتاج لخبرة وأدوات خاصة. البونساي، بون تعني حوض أو أصيص، ساي تعني نبات. القاعدة الذهبية لهذا الفن هو إذا أعجبك شكله ومظهره فهو بكل تأكيد بونساي جميل. الهدف الأول هو التأمل واستحضار أمور دينية وليس من أجل إنتاج الغذاء. مرحبا بكم. ما اسم هذا النبات؟ سؤال طرح علينا من طرف أحد متابعي بذرة. هذه نبتة السيلوزيا أو عرف الديك، وهي نبتة حولية تزرع في الربيع لتزهر في الصيف. هذا الصنف الذي سأل عنه الأخ يسمى السيلوزيا كاراكاس. لدينا هنا أصناف أخرى من عرف الديك، هذه مثلا بذور السيلوزيا كريستاتا، وهذه السيلوزيا بليموزا. تزرع في الحدائق المنزلية والحدائق العامة، وهي سهلة الزراعة بالبذرة. ثمنها ليس باهظا، فلماذا لا تفكر في شراء بذورها وزراعتها والتمتع بأشكال عرف الديك الغريبة؟